أنبوب الأمونيا الذي تحدثنا عنه الآن، من الذي ضربه؟ هل تعتقد بأن الطرف الروسي فعلا هو من قام بهذه الفعلة، أم قد نكون أمام حادث بسبب أن هنالك صراعا في تلك النقطة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة من أوكرانيا. حياكم الله، بصراحة عليكم السلام، تفضلوا. نعم، روسيا تحاول للإقناع العالم وكمان الأوكرانيين بأن أوكرانيا تدمر أوكرانيا، بأن أوكرانيا ترتكب إبادة الجماعية ضد أوكرانيا. يدور حديث عن هذا الحادث مع الألومنيوم وكمان في جنوب أوكرانيا في منطقة نوفا كوخوفكا، ولكن ينبغي إدراك بأن منذ 3 أيام روسيا قصفت مدينة خاركيف، محافظة خاركيف، وكمان روسيا قصفت هذا الخطوط مع الأمونيوم. يعني ينبغي إدراك بأن في تم تسريب ليست على مساحة روسيا ولكن على مساحة أوكرانيا. سربت حوالي 130 طن من هذا المواد، وهذا بصفة عامة هذا ليست كارثة ضخمة مثل كارثة في مدينة خرسون ويعني في محافظة خرسون، ولكن روسيا تستخدم هذا ذريع للوقف اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا. وبذلك أنا على يقين 100% بأن هذه استفزازات أكيد روسية.